في هذه بحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، وهذا الشيء اللي قدرت تبينه الجزائر حاليا باللي الجزائر راهي عندها قوه كسوسوا عسكريه اقتصاديه سياسيه، حبت تبين باللي العالم والله الدول العربيه كاع باللي احنا الجزائر بلاد قائم بذاته، مش كما يهضروا الجزائر بلاد زعما كي كانت مستعمره وكذا ما قدرتش تتطور. الحمد لله قدرنا نلحقوا مصاد لكاع العالم باللي الجزائر بلاد شابه وقادره عسكريا سياسيا اقتصاديا، والحاجه هذا العرس هذا اللي الحمد لله بيننا زعما باللي بلادنا زعما ما جات هكذاك ما ولاتش زعما مستقله بالساهل، زعما حسينا بهذيك الفرحه اللي كي دينا نهار زعما بلادنا داو الاستقلال، حسونا بشويه تاع فرحه هذيك كي نهار دينا الاستقلال وتحيا الجزائر والله يرحم الشهداء.